السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عايشة بدولة أوروبية، وزوج يعني أنا زوجي متوفي، الله يرحمه. وأنا قاعدة مع أمي الله يسلمك. فهو بيشتغل بمحل بيبيع بيتزا، ولكن هي حلال، في نوع من أنواع حلال، وفي نوع تاني بيحطوا له اللحم مقدد من منتجات الخنزير. ايوه فهو بيشتغل، هو يعمل في توصيل الطلبات، يعني زوجك يعمل في توصيل طلبات مطاعم منها لحوم حلال ومنها لحوم مشوبة بالخنزير. بالضبط بالضبط. أه. وهو سألني انه بده يستعار سيارتي، لانه سيارتي اصغر فهي مناسبة للتوصيل اكثر. ايوه فانا قلت لازم اسال على هذا الموضوع، يعني حسيت انه في شبهه انه بده يودي بالسياره. الله يزيدك ممكن ايمانا يا رب ويزيدك ربي حرصا. خلاص ما دمت اللهم انت امين. كده الله يزيدك توفيقا. قولي له اشتغل عمل حلال وانا فداك وسيارتي فداك، لكن العمل يكون حلال. كلامك طيب. او تشتغل في البيتزا يعني الحلال فقط، بس كده خلاص كده. اشكر الله ثم اشكرك. انت فاهم ادعي لي سؤال يا الاخت شيخ، عبد الرحمن؟ اماني ادعي لي. الله يبارك فيك ويحفظك يا اختي. امين اللهم. الحمد لله، في ناس حريصه على دينها. جزاها الله خيرا. السلام عليكم.